جابوا لي شركات مهمه للنادي وشركات الالبسه مهمه للنادي، وجاب لي لعابه في مستوى غادي نشوفوا المستوى ديالهم انا معاك، وجاب لي داكشي اللي طالب الجمهور، طالبته بميليو تيغان. الميليو تيغان انا اعطيها لكم انا حصريا، بقاو النقط الاخيره ميليو تيغان، بقاو النقط الاخيره وكاين، وهذا الشيء اللي طالب به المدرب والاداره التقنيه. يعني البدراوي ماشي هو اللي مشى اختاره، يعني قالوا لي جيب لينا ا، راه مشى ليهم عند ا وكي غينتدب ليهم ا وراه غيخلص ا ويجيب الا. مساله ديال اكسيل ماي، اكسيل ماي مضرب عليه الوداد ونهضه بركان وفريق الرجاء الرياضي، بقات شي لمسات لمسات صغيره، يقدر يجي ولا ما يجيش، هذا الشيء كلشي غادي تعرفوه من هنا لدو جوغ تخوا جوغ. وانا تنفضل نقول لكم انه باش ما تخرجش من فمي رهجه، باش ما تقولوش ثاني راه هشام قال لك لا راسنا 99.99% اكسيل ماي رجاوي. بغيتو اكثر من هذا الشيء، انا تنهضر مع الجمهور اللي كان تيطالب بالانتدابات. المستشير الجديد هو رجاء تيكي تاكا، ما قراتش الاسم ديال القناه ديالي يكون في المايور، وشكون قال من بعد علاش لا يكون تتويج لينا حنا كجماهير، علاش لا؟ انا دابا تنهضر معاك على مساله الانتدابات. الجمهور ولا الاداره التقنيه اللي كطالب مليون تيغان مع اتاكون، الرجاء حطوا بزاف ديال لي زاتاكون وشافوا شنو اللي مهم. انا كنت تكلمت معكم على اكسيل ماي، عطيت الرؤيه ديالي، انا كنت انا تنفضل خابا واكسيل ماي. علاش؟ لان اكسيل ماي عنده تجربه في 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 البطوله الوطنيه عارفه، ومسجل اهداف كثيره، والتحركات ديالو سريعه، وكي ديبلاسا مزيان، عنده ضربات راسيه مزيانه، وعنده تسديد مزيان، اذا لاعب ممتاز. كنتمنى يكون في الرجاء. انا تنظن ان بركان والوداد ما يقدروش لانه غادي يهزوا يديهم. علاش؟ حيت كاين عندنا، ما غاديش نقول، غادي نقول البدراوي غنقول ليه طبال، ولكن غنقول لك راه كاين البدراوي. داكشي علاش البدراوي داخل بقوه في الانتدابات اللي كاينه في المغرب وحتى في خارج المغرب. الناس اللي بحال خويا اسمر تيقول لي طماع بغيتي رجاء تيكي تاكا تكون في المايو، ايوا خويا انا ما نستحقش.